قديمة شوية قوي. بس يعني هل الجيل بتاعك انت عايش الفترة دي او لا؟ لا ما لا انت قصدك على حاجات فني يعني؟ لا ما عشتش انا الجيل اللي شمال كاستور، بس طبعا كنت بسمع عنها يعني، اوقات اسمع ممكن من ماما انهم كانوا بيلبسوها، من بابا من كده، لكن انا لا انا ما شفتهاش. هي يعني اللي عارفه هي كانت موجوده ايام جمال عبد الناصر. بس لا انا ما عشتش الفتره بتاعت شمال كاستور، بس كنت بسمع يعني بابايا ومامتي كانوا بيتكلموا عليها انها كانت موجوده. وانا مش عارفه ايه هو الكاستور، بس اعتقد هو يعني خامه تقيله شويه مثل لبس الشتاء. البديل دلوقتي اللي احنا بنلبسه في يعني في بيجامات، بس ما تبقاش كاستور يعني، ممكن اصواف، ممكن حاجات تانية، ممكن قطن، ممكن قطيفه كده، لكن مش كاستور. اديداس هي الحاجات دي ماركات عالميه. بصي هو اصلا بالنسبه للبس الحاجات المصري ما بقتش كويسه خالص، هو للاسف يعني. وانا قلت لك في البدايه انا صحفيه، فانا عملت شغل كتير قوي حتى عن المصانع اللي هنا اللي عندنا وكده، فاغلب المصانع هي متوقفه ومقفوله، وحتى المنتجات كمان كلها في الاسواق صيني يعني. فللاسف يعني برضو اللي انا اسمعه قبل كده ان المنتج المصري والقطن المصري ده كان حاجه عظيمه وحاجه كبيره، بس بتهيألي دلوقتي ده مش موجود. فبالتالي البديل لما تشتري حاجه براند فانت بتضمني ماتيريال كويس، وبتضمني انها هتقعد معاكي فتره كويسه، فهو ده الاصح، مش لمجرد انها براند بس، فعلا لان هي بتبقى الماتيريال بتاعتها احسن بكتير من اللي عندنا. ممكن تبقى حاجه مصريه ومش بقوه الماركات العالميه، بس في تسويق كويس منها في مصر، ده ممكن يخلينا نشتريها. يعني البراندات العالميه بقت عالميه بسبب التسويق مش بسبب حاجه تانيه، لكن هي حتى جودتها مش يعني، في منها الحلو في منها الوحش. هي مش مساله تشجيع يعني، عشان اصل هو الكلام ده شويه كلام ميديا يعني، بس لو مش فعلا الحاجه الكويسه انت تقدري تشتريها من غير اي مشاكل يعني، سواء مصري او سواء اجنبي، اي حد فينا مش عايز يرمي فلوس في الارض.